الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا أمثلة مختلفة، اسمي زمان ومكان، اسمي آلو مرو نوع من ما هو. قيش نسي اسمي زمان ومكان، فلم يفصل في بيان اسمي الزماني والمكاني. وفصل كباسي اسمي زمان واسم مكان من بوكا، وهو موضوع لزمان أو مكان باعتبار وقوع الفعل فيه من غير تقييد بزمان أو مكان معينين وفاعل ومفعول. اسم زمان ومكان اسمك لفعل دلو ذكر دان را وبو زمان يا مكان باعتبار روداني اصل فعلك لو زمان ومكان لا ببيئه مقيد بأو رودان بزمانك ديارك را ويا بمكانك ديارك را ويا بفاعلك ديارك را ويا بمفعولك ديارك را. وهو من يفعل بكسر العين على مفعل بكسره. اسم زمان ومكان اقل لي يفعل دلوسك كبابي دو ممكن زمان قلته لسر وزن مفعل ده بكسر عين الفعل كالمجلس والمبيت. وكم مجلس لجلس يجلس لجلس شوني دانشن مبيت لبات يبيت شوني شروش كنا. ومن يفعل ويفعل بفتح العين وضمها على مفعل بفتحه. أقل يفعلوا يفعلوا دوسك يفعلوا يعني بابي سيهم وشوارم يفعلوا يعني بابي ششم ويكم لسرد مفعل ده بفتح عين الفعل للتوافق في مفتوحه وتعذره في مضمومه. لبر توافق حركة عين الفعل اسم زمان ومكان كلا قال فعل مضارع لمفتوح العين كيا كيف علوا لبر نكراني توافق لمضموم العين كيا لرفضهم مفعولا إلا معونا ومكرما. شون كعرب رفض يعني كده اسم يجلس الذي مفعول به إلا دود أنا اسم نبي معون مكرم يارمتي والرئيس أم دو أنا لذوني مفعول هاتون إتنا هذا الزمان يعني لبرو نيك رئيس من زمان وكان لذوني مفعول بما وتم مفعول مفعيل ولم يكسر لأن الفتحة أخف عن الفعل كان ليفعل يفعل مفتوح مكسور نكر على اسم زمان ومكانة شون كفتحة سكتنا لكسر كالمذهب لذهب يذهب دوسكار شوين الرشتن والمقتل لقتل يقتل دوسكرا يعني شويني كشتن والمشرب لشري ويشرب دوسكرا يعني شويني أو فارنوه والمقام لقام يقوم دوسكرا وفعل يفعل يعني شويني معنوه وشذ المسجد والمشرق والمغرب والمطلع والمزر والمرفق والمفرق والمسكن والمنسك والمنبت والمسكت. أهم اسم زمان ومكانانا شاذ وشاذ إذ المزر من مفتوح العين وما سواها من مضمومه. شنو كان مزر بتنيا لمفتوح العين اللي يفعلوه وباقي كان هميا لمضموم العين اللي يفعلوه. سجد يسجد لبابيكم، شرق يشرق لبابيكم، غرب يغرب لبابيكم، طلع يطلع لبابيكم، مرام جزيرة يزر لبابي سوالم. مشرق شويني رور هلاتن، مغرب شويني رور روابول، مطلع شويني هلاتنا، مزر شويني حيوان سربرينا، مرفق شويني إسراحتا، رفق يرفق مفرق توقسر لنشفين اللي يجابونا فرق يفرق مسكن سكن يسكن لبابي يكم يعني شيني دانشفن والمنسك شيني عبادتي حج والمنبت شيني روان نسك ينسكو نبت ينبتو مسقط شيني كود نخواروا سقط يسقطو قوم العين. وحكي في المسجد والمطلع والمسكن الفتح حكايات كده ولم صغير فحعن في المسجد مطلع مسكن وأجيز في كلها وجائز إيشا فتحعن فعل لهم وآنيك قلت ما شاء هذا إذا كان الفعل صحيح الفاء واللام. أم قاعديك قلت ما ليش من زمان وكان ليفعلوا على تزني مفعله وليفعلوا يفعلوا على تزني مفعله كاتك كفعلك صحيح الفاء وصحيح اللام نمعت الفاء به نمعت اللام به ومعتل هذا كان نابب فمن المعتل الفاء مكسور عينه ابدا بلا اسم زمان ومكان لمعتل الفاء حتما عين في لكن مكسوره هم شيء كيف يفعل بها يفعل بها فرق نيه كالموضع والموعد موضع وضع يضعه ويفعله موعد وعد يعد ويفعله وتهب كان هذا مفعل وشذ نحو موجل بالفتح شاذ يعني موجل بفتح عين الفعل كوجل يوجل راس يفعل وبلام شو كان معتل الفاء أبوه موجل ويا بكسر عين الفعل ومن المعتل اللام مفتوح عينه ابدا اسم زمان وكان لفعل معتل اللام عين في لكن مش مفتوح يتر هل يفعلوا بيفعلوا بيفعلوا فرقينية كالمأوى لأوايا يدرس كراوة أبوه اسم
معنى شنو معنى والمرمى لرمى يرمي شنو تلهاب شنو ومعتلهما كمعتل اللامي معتل الفاولام يجو كمعتل اللام ويجعل عن في لكين مفتوحة لا اسم زمان مكان وكو وقا اسم زمان مكان كين موقع مثلا وقد تدخل على بعضها تاء التأنيث إما للمبالغة أو لإرادة البقعة كم جارسي تسأل بعض اللي اسم زمان مكان كان تي تأنيث يا يعني لبر مبالغة وزيادة ريوك وعلامة يعني زور عالم الاسم فاعلة أم يج مثلا كتيبيون دا باسم زمان مكان باسم زمان مكان يعني أو شتي زورت يا رود داوا يا يعني لبر إرادة بقعة كلا يعني موصوفة كيشية بقعية كهرب شوية نلا مؤنثة أقرب مذكري هنا تيبيون والله موصوفة كي مكانة مذكرة بلام ك تيبي او بلي موضوعي بقعي هم انه سر مشان يعني شوي كل مظنتي مظنتي والمقبرة والمشروخة أمانة لسر قاعدة كان مظنتي والمقبرة والمشرخة أما لسر قاعدة هاتون تي عن تي ويا مظنيني شويني قمان مقبرة شويني قبر نار مشرخة شويني هلاتني روش وشذ المظنة بالكسر والمقبورة والمشروقة بالضم شاذ مظنة بكسري كحق مشون كظن يظن أبوا مظنة بيا مقبورة ومشروقة بالضم كهرني ما نيس زمان وكان فذي مفقود والقياس في الكل الفتح أيضا لضمها قياس لما هم معنى فتحي وقوان بشل بروك مضموم العين في المضارع كان وإن أريد بهما المكان المخصوص فلا شذوذ أقل ما بس بمقبرة ومشروقة شو أنا تايبتي يكب شو أنا تاي شو أنا كي تايبتي به هو شو دول يعني أنا شو جاي اسمي زمان مكان نين إيه ما قلت ماني زمان مكان نابي نابي بو زمانه كي دياري كا أم خير بو زمانه كي دياري كا ويا مكان كي دياري كا هو مثلا مقبرة بقبرستان كي تايبتي ولا مشروقة بشو أنا فور هلاطني كي تايبتي ولا نيك شو أنا تايبتي نعيوابي هو اسمي زمان مكان نين وشادين كالقارورة يكو قارورة خوي بشوني كي تايبتي يلا نسا بلين خوي قارور لما دي قرر يعني آرام قلتن هش تشتيك يا آرام بقري حقوابو في بلين قارورة بلا مسا هنا يعني بو شتيك كدروز بكري بنككي اللي سوالتو بنككي بان بيو سركي باريك بي وكو امانا او في بلين قارورة اقل لشو شبه او في بلين قارورة بو قوزجنا على مثلا كا او اشتياك قرارة قريب امش هالعين جدا قرم بس بشوني كي تايبتي بي اسم زمان مكان وقارب اسم زمان مكان اسمك جامد لا مفهوم المكان الذي يقبر فيه ويشرق فيه ابي هو كاتم بس بها ان معناه ان بكبري لو شنيك قبل لي ان الربع عام يا رجل يا ولد بعام اسم كذا اسم زمان مكان ما كان بس بها شنو تايبتي بشهادتي انت ومما زاد على الثلاثه كاسم المفعول اسمي زمان مكان لا فعل لك كزياده للسياحه ثلاثي مزيد فيه ب 40 مجرد ب 40 مزيد فيه هم يكو اسم مفعول هذا سبب اسم مفعول كيف كالمدخلي والمقام يكون مدخل لأدخل يقيم الدرس مقام لأقام يقيم الدرس وإذا كثر الشيء بالمكان قيل فيه مفعلة من الثلاثي أقصدك لشوينك زوربي لا اسم زمان مكان كاكل بذكن مفعلات درس ذكن أجر أو شتى كلو شو نعاد ورس العسيبة كأرض مسبعة ومسدة ومذأبة من الثلاث نوك وأمس أرض مسبعة يعني أرزق سبوعي زورة درني زورة يا مسدة شيري زورة أسد يا قرج زورة ذئب أما ديار سبوع وأسد وذئب ثلاثين لرد المفعلة وش يلزمه ومبطاخة ومقصاءة أرض المبطاخة يعني كارك زورة أو المقصاءة خيال زورة من مزيده لا ثلاثي مزيد فيه كبلا قثاء بالطيخة بحذف إحدى الطائين والتائين والثائين عفو والياء والألف بحذف يك لدو طيكان يكال بالطيخة بحذف يك لدو ثيكان ألفك لقثاء